وللمزيد من المتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا الدكتور محمد الشواطفي، أستاذ الإدارة والاستثمار وعميد كلية تجارة الزقازيق سابقا. يعني بداية وبعد التحية دكتور، تشير بالطبع لغة الأرقام إلى أن حجم التجارة البينية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية تبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2021. إذن كيف ترى هذا الرقم، وهل يعكس المكانة التي تحظى بها العلاقات الأمريكية الإفريقية؟ تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين يا فندم. ال 64 مليار في حجم التجارة الأمريكية الإفريقية هو رقم متناسب مع طبيعة التجارة الإفريقية، لكنه متواضع من حيث إذا ما أخذ في الاعتبار المجتمع الأفريقي والتوسعات الإفريقية والحاجة الإفريقية، وفي جانب آخر هو الاستثمار الأمريكي والتوجه الأمريكي. لكن هناك طبعا على شاطئ الأطلسي ما بين أمريكا وأفريقيا طموحات كبيرة يعكسها هذا اللقاء، باعتبار أن أمريكا هناك تخوف من الصين وروسيا والتمدد في هذه المنطقة وبخاصة في المجال التجاري، وأمريكا تعتبر قوة صناعية وقلعة صناعية كبيرة، وبالتالي من تستهدف إلى أن يزيد معدلات التجارة للاستفادة بما تتوافر به القارة الإفريقية. القارة الإفريقية النهاردة بتحاول بتنتج حوالي 1.3 تريليون ناتج إجمالي في داخل القارة الإفريقية، فيها حوالي أكثر من 7 دول تنمو بمعدلات سريعة جدا، لكن متوقع أن يكون معدل الناتج الإجمالي في القارة الإفريقية ما يقرب من 30 تريليون دولار في 2050. إذن في هذه الحالة مع هذا التوسع في الناتج القومي الناتج الإجمالي ومع توافر الموارد البشرية، باعتبار أمريكا لأفريقيا يوجد لها مليار النهاردة مليار نسمة منها 25% قوة عمل شبابية، إذن هنا يكمن الهدف وهنا تتجه البوصلة. أفريقيا النهاردة هي مركز النمو القادم، وهي السوق الكبيرة، وهي أساس توطين الصناعات ما بين الدول الاقتصادية الكبيرة زي الصين زي روسيا زي أوروبا زي أمريكا. إذن هنا يأتي التوجه ده، وإن اهتمام الإدارة الأمريكية وبخاصة الديمقراطيين على أن أفريقيا هي أحد التوجهات الأساسية للدولة الأمريكية. في نفس الوقت كمان الحد من النفوذ الصيني الروسي أو التوسعات الصينية بالتحديد في داخل الدولة الإفريقية أو الدول الإفريقية. الأمر الثاني كمان أن الاقتصاد الأفريقي هو اقتصاد يتمتع بمزايا نسبية، وهو عبارة عن مواد خام وطاقة وغير ذلك، وفي ضوء كده يمكن أن تستفيد الأمريكا إما بتوطين صناعاتها في داخل أفريقيا أو أن تكون أفريقيا هي مركز تسويقي كبير. الأمر الثالث والمهم جدا أن هو بعد الأزمات العالمية الكبيرة اللي بتتم اللي مر عليها خلال العام الماضي أوكرانيا روسيا وما تلا ذلك من مشاكل في سلاسل الإمداد واللوجستيات، هنا يأتي دور أهمية أفريقيا. الأمر الرابع وهو الأهم من ذلك أن هو هناك توجه العالم النهاردة على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام الأشياء هذه، هو أيضا هنا أفريقيا تعتبر أحد المصادر الأساسية للطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي تعتبر مركز جذب استراتيجي للاستثمارات الأمريكية، ولا سيما في الاضطراب في الشمال والمشاكل الكبيرة اللي موجودة سواء في الصين سواء في شمال العالم في أوروبا أو في شرق العالم، تأتي هنا أهمية الصين. الأمر الأهم من ذلك كمان والإضافة إلى ذلك وهو خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الشامل في أفريقيا، باعتبار أن هذا سيزيد العالم يزيد معدلات العالم ويزيد من أهميته، ولا سيما أن العالم الآن يعاني أو يتجه ناحية الركود ويعاني الآن من تضخم شديد جدا أو صحيح. ربما يكون انتكاس. إذا نعم. هنا يأتي بقى التوجه الأمريكي النهاردة وبخاصة الديمقراطيين سواء 14 مع أوباما
أو النهاردة مع بايدن، هنا يقول لي أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية من إعطاء شراكة ومساهمة ونمو مع القارة الإفريقية يعتبر هنا في ضوء الرؤية الاستراتيجية الأمريكية من خلال مراكز القوى السياسية ومراكز القوى الاقتصادية والحد من النفوذ القوى الكبيرة، يعتبر هذه بوصلة جيدة. الأمر الثاني كمان أن الاقتصادات الأفريقية النهاردة بها عدد كبير جدا من الدول تنمو بمعدلات كبيرة زي نيجيريا زي الجزائر زي مصر، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كمان أن هو كمان دول أفريقيا النهاردة تتجه إلى التوحد، الوحدة الأفريقية، وعندها أكثر من تكتل كبير، هذه التكتلات هناك تنسيق منها. إذن حتى لما يجي النهاردة بايدن يقول أن أنا عايز أضم الاتحاد الأفريقي أو أفريقيا إلى دول العشرين، إذن معنى ذلك هو يقول لنا أن البوصلة تتجه الآن إلى أفريقيا للاستفادة منها الصورة. والتعاون المشترك ما بين الأطراف. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الشواطفي، أستاذ الإدارة والاستثمار وعميد كلية تجارة الزقازيق سابقا.